الاتحاد الالماني كان جزئي ان في اتحاد الالماني دخل في مفاوضات مع مستر فييا، وخصوصا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي حاليا في مصر. اوكي He asked about you receive offer from Tahat Kalba from UAE or Emirates. He followed the Emirates football. He followed. Who is the coach for the Tahat Kalba? Who is the coach for the جابوا هم واحد خلاص قلت ان هو فوزي لطفي الفوزي المدرب بتاع حتى المدرب اللي هو بنزي لطفي المدرب بتاع الكلب هو لطفي موقف بقى مستر فييا خصوصا بعد الازمه موقف اكتر من الاول. How your situation when we delay a league in Egypt, your situation do you have any زعلان جدا انه ما فيش دوري مش مهندس ولا دكتور ولا محامين ولا هو محامي ولا دكتور ولا you have a lot of work because you have many things to write but me no I don't have nothing انتوا عندكم شغل كتير قوي عشان انتوا عندكم ممكن حاجات كتير ولكن هو بالنسبه له ما عندوش حاجه غير الكوره يعني لو هو مهندس ولا دكتور ولا محامي we are not working as we wish هو مش شغله مش زي ما هو بيعمل يعني this is bad for people بالنسبه للكوره طبعا حاجه صعبه Egypt deserve to play the league مع العناصر اللي موجوده في مصر باللعيبه وبالامكانيات لازم الدوري يجي لازم يتعمل عندنا لعيبه جامده جدا في البلد دي زي ما هو اتكلم امبارح كان في برضه حديث امبارح كده معانا في المجله فقال لك مفيش كوره مفيش حياه مفيش كوره في مصر يعني مفيش حياه في مصر في حالة لا قدر الله لو تم إلغاء بطولة الدوري الأجنبي. Even we cancel this league until the end. مسك دلوقتي. طبعا مشكلة كبيرة جدا. Very bad for clubs, very bad for national team. مشكلة للنادي، مشكلة للمنتخب. لاسم مصر كمان. Reputation of the country. It's very bad. كل الحاجات دي طبعا سيئة لكل مصر. Now I'm inside. دلوقتي هو موجود ده I'm like Egyptian it's bad for me too because طب هو زي هو دلوقتي كان بيعتبر نفسه من المصريين عشان شغال هنا فبالنسبه له طبعا الموضوع صعب صعب جدا صعب because I'm inside I'm not لان هو جوه الشغل I'm not attack because I'm inside هو مش ممكن يهاجم لان هو مش ممكن يهاجم حد في اللي بيحصل ولكن هو عشان هو داخل المنظومه وداخل المكان دلوقتي مش مستحاله يبقى لك حاجه سيئه سامح في كلام طلع ما هو هي هو رد على السؤال دوت حسام ساله على الاتحاد كلبه فقال له لو متابع الكوره الاماراتيه دلوقتي لطفي البنزرتي هو المدير الفني للاتحاد كلبه وانا موجود معاه كابتن لو في وقفه للرياضيين جايه هيشارك فيها؟ if we repeat same happened Sunday with all the players وايه رايك في العدد الضخم بتاع المره اللي فاتت؟ you will with a player ممكن وايه رايه ايه رايه في العدد الضخم اللي حضر المره اللي فاتت هو ما شافش ما شافش انت حكيت له ما كانش هنا هو كابتن اسامه هو طبعا اكيد متابع الاهلي والترجي باعتباره اللي هو في المنطقه العربيه وكده هو شايف المباراه ان هي هتكون ازاي ماتش صعب ماتش صعب جدا ماتش صعب جدا للاهلي very difficult because the second match will be ماتش صعب جدا لان كمان الماتش الثاني في تونس I think my opinion رايه يعني in Africa Confederation the final match has to be in the neutral field no more go and come back هو this is only the final من رايه الخاص يعني ان ماتش النهائي ماتش النهائي لابد ان هو يكون في بلد محايده يعني حاجه مهمه جدا نشأت اكرم كان ليه تعليق على الويب سايت بتاعه نشأت اكرم هو لاعب نادي العراق قال ان وجود فييرا في نادي الزمالك في حاله وجود دوري هيحقق المزيد من البطولات النهائيه هيرجع البطولات لنادي الزمالك Yes, he have a has an opinion when we start league, Mr. Vera, he can succeed with the Zamalek. Because he like me. Because he likes me.